بعتبره نجاح، بعتبره نجاح مش لي انا، لا للاجهزه الفنيه كلها، كل العاملين في مسؤوليه الاختبارات وفي قطاع الاختبارات، لان برضو احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نساهم ان الناس حتى تبقى مستريحه، الناس اولياء الامور تبقى مستريحه. عشان كده الحمد لله التنظيم كويس، وده برضو بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والعاملين في جهاز كره القدم في الناشئين في النادي الاهلي. وانا يمكن زي ما انت شايف كده انا بحاول بقدر الامكان ان احنا برضو نحاول يعني مع الاجهزه الفنيه ان احنا نحاول نشوف اي موهبه اي حد كويس احنا بناخده، وعندنا معايير بنشتغل عليها ومعايير بما ترضي الله، واحنا بنتعامل بسواسيه مع الجميع، يعني بنتعامل بسواسيه مع الجميع، وكل الولاد الحمد لله بتبقى مقتنعه جدا، اولياء الامور بتبقى مقتنعه، وانا يمكن بدور في مناقشات حتى مع اولياء الامور وبحاول اشرح لهم حتى معايير اللي بيتم عليها اختيار اللعيبه، وولي الامر بيبقى زعلان ان ابنه ما اختارش، ولكن دي حاجات احنا معايير عليها وبحاول بقنعهم وهم بيقتنعوا اولا واخيرا، لان احنا زي ما قلت لك احنا بنشتغل بما يرضي الله يعني الحمد لله. الاجهزه الفنيه اللي موجوده وكل العاملين في قطاع جهاز الناشئين بالنادي الاهلي الحمد لله بيقوموا بدورهم على وجه اكمل وجه. وانا من الناس اللي انا بعشق الملعب طول عمري، يعني طول عمر حياتي حتى بعد ما اعتزلت بعشق الملعب، ما احبش قعده المكاتب، لان اولا واخيرا انا فني يعني مش اداري ولا لا، انا فني، ودي حاجات يمكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان انا حتى بنزل امر على الملاعب، احتمال عناية طوله حد وبنتفق مع المدرب اللي ماسك المجموعه دي، بنتفق وبنشوف راي بعض وراي الاغلبيه طبعا الناس اللي قاعده المدربين اللي قاعدين 4-5 برضو في كل لجنه، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يبقى تقييم اللعيبه على اسس زي ما قلت لكم معايير موضوعيه. وانا ان ممكن بين العنصرين، عنصر طبعا المهاري والعنصر ايضا الجسم، لان طبيعه كره القدم دلوقتي محتاجه برضو محتاجه جسم وقوه وسرعه، فبنحتاج برضو المعايير دي بتخش في حسبان او تركيز الاجهزه الفنيه. ارفض ان ارفض هذا الكلام، لان احنا بنشتغل زي ما قلت لك بنشتغل كلنا بنشتغل في منظومه النادي الاهلي، منظومه النادي الاهلي يتفرق بين مسلم ومسيحي، منظومه النادي الاهلي بتشتغل بمعايير، يعني بمعايير، وانا بقولها لك بما يرضي الله، وانت قلت لي ان في استمارات بتاع ناس، وانا بقول لك لو في مواهب صحيح هاخدها، دي كره قدم مش هتخش في عنصر بقى ان احنا ده مسلم وده، لا لا لا، احنا الحمد لله وكان عندنا لعيبه في اجيال كتير جدا، في اجيال كتير جدا في النادي الاهلي برضو في مسيحيه وبتلعب وكانت اساسيه، انا معايا الكابتن هاني رمزي، يعني معايا الكابتن هاني رمزي مساعد مدير القطاع، هل النهارده النادي الاهلي قال لك لا هاني رمزي؟ لا ما قالش لا، كان في لعيبه وعندنا اختيارات، وعندنا اختيارات كتيره جدا جدا من الولاد الصغيرين، واتمنى ان احنا دايما نفكر بعقلانيه، ما بلاش الحاجات اللي بتثير الناس، بس الحاجات تشكك في الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي، اللي قلت لك الكل سواسيه، واذا كانت هناك موهبه كويسه هاخدها يعني.
لله احنا عاملين الاختبار بشكل كويس طبعا والناس كلها شايفه التنظيم وقد ايه بنتعب. واحنا طبعا في نفس الوقت برضو بنشفق على اللعيبه واولياء الامور، واحنا كمدربين طبعا الوقت بيبقى صعب شويه، وكل ما بتخش طبعا بتدخل على الساعه 1 او الساعه 2 3 الجو صعب شويه، بس احنا طبعا احنا جايين عشان نخدم الناس ونخدم النادي الاهلي ان كل واحد ياخد حقه في الاختبار. بنعمله الاختبار طبعا بحياديه تامه، ان الولد ما فيش لعيب يقدر يفلت مننا ان شاء الله باذن الله. اللجنه طبعا كابتن فرحي مبروك طبعا وكمدير قطاع ناشئين، واحنا طبعا مساعدين معاه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نركز مع اللعيبه الموهوبين اللي هم ممكن يفيدوا النادي الاهلي، بدليل ان احنا لو بصينا على اي لجنه من 7 لجان معموله هتلاقي فيها 4 مدربين على الاقل. وطبعا اداري من الجانب الاداري بيأيد الاسم، بأي تاريخ الميلاد، بياخد بيانات الولد اللي بيتم عليه الاختيار. فدي الحمد لله من الحاجات الكويسه قوي، وان شاء الله طبعا يعني فتره صعبه علينا وباذن الله ان شاء الله نقدر ننتقي لعيبه كويسين يخدموا النادي الاهلي في قطاع الناشئين باذن الله. اعداد كبيره كبيره، مع اننا احنا بدانا يمكن متاخر، اغلب النوادي خلصت الاختبارات بتاعتها، وفي نوادي بدات قبل رمضان وفي نوادي كانت بتعمل بعد رمضان، بس طبعا بيبقى النادي الاهلي يعني في ناس ممكن بتستنى يعني بالشهور وبالسنين عشان ميعاد الاختبار بالنادي الاهلي. اول يوم وثاني يوم وثالث يوم كان السن الصغير 2006 2007 2008 2009 اعداد كبيره جدا، يعني يمكن الثلاث ايام دول يمكن تجاوزوا 5000 او 6000 لاعب. ظهر منها مواهب جميله، يعني مواهب كتير في السن الصغير في 2009 و2010 و2007 و2008 ما شاء الله، يعني حاجات مبشره لدرجه ان في اولاد من اول اختبار اتخذوا يعني اتصلوا بولي الامر وجي ووقع الاستمارات، فمواهب كتيره. بالنسبه للمراحل السنيه الثانيه اللي احنا بدانا فيها من يوم الثلاث هنستمر فيها 3 و4 وخميس، مواليد 2002 و2003 و2004 و2005. انت عارف اعداد كبيره برده جدا، بس في السن دوت برده بتبقى المواهب قليله، يعني احنا بنحاول نتعب معاهم. فالكابتن فتحي حاطط لنا مقاييس، وكابتن تامر حفني، كابتن جمال السيد مع المدربين عامه، بنبدا الاول نبص في السن الكبير ده على الناحيه المهاريه، بنبص على الناحيه البدنيه، بنبص على شخصيه اللاعب في الملعب، طريقه الوقوف، طريقه التمركز بتاعه. ممكن الكره ما بتجلوش، بس من مجرد جري او من مجرد باص يعني بيتم اختياره. فالحمد لله وربنا يعديه على خير، واحنا يعني الواحد بيصعب عليه الولاد ديت، احنا لو نقدر نختبرهم كلهم في وقت واحد كنا خلصنا. بنشوف ناس جايه من اسوان وناس جايه من اسيوط ومن سوهاج ومن بحر ومن ابلي، ناس بتبقى جايه من الساعه 5 ومن الساعه 6 قدام باب النادي الاهلي مستنيه حبا في النادي الاهلي ان هو يخش، مجرد يقعد اختبار ربع ساعه وبيبقى خارج مبسوط يعني. فربنا يوفقهم الجميع يعني ان شاء الله. احنا بقالنا من يوم السبت بقالنا حوالي 5 ايام، هو كنا مقسمين الملاعب لحوالي 7 ملاعب، اعداد كبيره جت طبعا لغايه دلوقتي.
ولغايه الساعه 3 احنا شغالين، يعني كل لما الاعداد بتيجي كل احنا قاعدين مفيش مشكله. ان شاء الله باذن الله مكملين الاسبوع اللي جاي التصفيات النهائيه باذن الله ان شاء الله، وفي 4 أيام بعد كده لاعضاء النادي. اعمار كل ما تكون صغيره فرصتها بتبقى افضل هنا عندنا في النادي، 2009 2010 2008 2007، لكن الاعمار كل ما بتزيد كل ما الموضوع بيبقى صعب، لانك بتبتدي في الاخر في التصفيات النهائيه تقارنه باللعيبه اللي عندك. لو ما كانش اللعيب قريب من المستوى اللي عندك، مستوى الثاني حتى اللي عندك او البديل اللي عندك، فانت هتاخده ليه؟ فالموضوع بيبقى صعب بالنسبه للعيب عنده مثلا 16 سنه 15 سنه جاي اختبارات بيتقارن باللعيب اللي عندك، وانت في النادي الاهلي عايز لعيب مميز، مش عايز لعيب في لعيبه كويس، لكن انت عايز لعيب مميز في النادي الاهلي. يمكن انت شايف بنفسك، يمكن انت جاي في توقيت دلوقتي، يمكن احنا داخلين في الساعه 7، بنشتغل من 7 الصبح لغايه الساعه 3 العصر. يمكن طبعا اللعيبه طبعا في مصر كلها يمكن امنيه حياتها تخش تلعب في فرق النادي الاهلي قطاع ناشئين. يمكن احنا على اكمل وجه يمكن دايما مصحصحين ومتنبهين ان ما فيش موهبه حتى تعدي كده من غير ما ان شاء الله تبقى موجوده ان شاء الله عندنا.